اول بطوله في 88 دينا اول بطوله افريقيه ديال الانديه في 89 وديناها في الجزائر 100 مليون دابا كاين لعاب تيسوى 800 مليون ومليار وان هذا عاد السرعه وهذا القرن 21 كيفاش يعني التفاصيل باش الفوز باللقب هذا في اول لقب في تاريخ رجاء المغرب كاين شويه ديال الوضوح والمعقول وما تصنفش لهذا الطرف ولا هذا الطرف وتمشي بواحد الخط باش تكون مسيره خضراء ونجحنا بها الحمد لله. انا اللي من بعد اللي انتصروا في تونس صيفط لهم برقيه وتنعييهم تنقول لهم هذا انتصار والمرحله الثانيه غنكونوا احسن ان شاء الله ماشي مشكل لان الكره القدم ولا في الحياه كاين انتصار وكاين الهزيمه وين الهزيمه راه تعاود تقويك باش تكون ان شاء الله احسن و 2020 غنكونوا احسن ان شاء الله. راجل يتصنت تيجمع القدماء وتنخدموا اليد في اليد وغادي يمشي بعيد ان شاء الله وغننجحوا وغادي يكون واحد الحفل واحد المناسبه اللي غتكون ما يمكنش لي نهضروا عليها دابا واني من هنا واحد 4 شهور ولا 5 شهور غتكون الرجاء ثاني في الطالع على ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.